انا جيت الوول مارت عشان اخد شويه حاجات. فاكرين الوول مارت يا جماعه؟ الوول مارت بتعمل فيديو مكسر الدنيا، عمل يجي 5-6 مليون مشاهده بس على السوبر ماركت ده، اكبر سوبر ماركت في امريكا او المنتشر في كل الولايات. الوول مارت، الوول مارت عايز ناس يا جماعه في وقت الكورونا، عايز يعين الناس المينيمم ويج او الاقل دفع، انك عشان يعني الناس هنا في امريكا ما حدش يقدر يشغل حد ويدفعه ويقبضه اقل من $8.50 في الساعه. الوول مارت دلوقتي عايز ناس بيعين، هيبدا الدفع ب $11 في الساعه مينيمم. اقل وظيفه هتبدا، اقل حاجه هتبدا طبعا لو مانجر هيبقى $23 و$40 وحاجات كده، انما لو عامل بسيط خالص في الوول مارت ان شاء الله حتى بتلم العربيات دي من بره بعد الناس ما تحط حاجاتها في العربيه، اوكي، وبيسيبوا البتاعه دي كده موجوده، انت تروح تلمها. اقل حاجه، اقل حاجه هدي لك $11 في الساعه، وبيقول لك apply@walmart.com اللي هو يعني اللي عايز يشتغل بيعينه. كل الفروع على الاقل $11 رغم ان المينيمم ويج او الحد الادنى للتعيين في امريكا ب $8.50 في الساعه، بس هما بيبداوا الناس ب 11 عشان عايزين ناس، ومحدش عايزين يعني يا ريتهم عايزين ناس، وفي ناس لا ما حدش عايز يشتغل عندهم يا عيني، فاهم ازاي؟ طبعا $11 في الساعه مبلغ كويس جدا، يعني يشتغل لك 40 ساعه ب $440، يعني تعمل لك في الاسبوعين كل شيك هيطلع لك $880، شيء منه مثلا بتاع $80 درايف تطلع لك $800، شغال 40 ساعه في الاسبوع بس $800 في الاسبوعين. طبعا انا بالنسبه لي ده كلام فارغ، يعني ما اقدرش اشتغل ما حدش عايز يشتغل كده، لان الشغلات النهارده ممكن تبدا الوظيفه بتاعتك هنا في امريكا دلوقتي النهارده في وقت الكورونا ب 23 24 25 دولار في الساعه. لكن بكل بساطه هو هنا بيبدا ب 11، وده يعتبر حاجه قليله مش كتيره، مش منظره ولا قهر على الناس، انما حبيت اوريك ان اللي بيشتغل بياخد. هلاقي شغل في امريكا مش عارف ايه. طب انا جاي قريب حبيبي الوول مارت، لو ما شفتش الفيديو بتاعي اكتب اكبر سوبر ماركت في العالم، او اكتب الوول مارت، او اكتب الوحش الامريكي الوول مارت، واتفرج على الفيديو بتاعي. ده اكبر سوبر ماركت في الدنيا، مفيش حاجه بالمنظر ده شفتها، لفيت العالم كله عمري ما شفت حاجه زي كده. بتقولي كارفور ولا بطيخ؟ مفيش حاجه زي الوول مارت في الدنيا، من كتر ما هو كبير ضخم منتشر، فتح من امريكا لغايه اليابان، عندهم فروع في اليابان، فشركه كبيره جدا جدا. اول ما تيجي ناو هايرنج بتحط الانفورميشن بتاعتك على apply@walmart.com. ما حدش ما عندهوش اقامه في امريكا او ما لهوش حق العمل في امريكا ويتفرج على الفيديو ده يروح يعمل ابلكيشن على الويب سايت ده. ده للناس اللي ليها حق العمل في امريكا، المقيمين في امريكا بس يا جماعه، عشان ما تتعبش نفسك وتعمل ابلكيشن. طب هيبعتوا لي فيزا اجي اشتغل؟ لا، الوول مارت ما بيستخدمش حد من بره امريكا، ده للناس اللي عايشه في امريكا بس، اوكي. فاللي عايز يجي يشتغل في امريكا او يسال على الشغل، كل الناس بتعين ومحدش عايز يشتغل عشان كله عايش على المعونات بتاعه الكورونا ومبسوطين بيها ومش في دماغهم يجوا يشتغلوا. بس على كل حال انا يلا بينا نطلع هنا. حبيت اقول لكم والله انا عايز اجيب نظاره جديده، والله الراجل بتاع النظارات اهو يعمل لي كشفه دلوقتي واجيب نظاره جديده عشان الفانز كلهم. اعمل نظاره جديده. النظاره دي بقى انا فعلا بقى لي سنتين لابس نفس النظاره. ده بتاع المفاتيح اللي عايز يعمل مفتاح، ده بتاع الافلام اللي عايز ياجر افلام، افلام الجديده كلها اهي. ده اسمه ريد بوكس، وده اسمه ميني كي، في دقيقه واحده بيعمل لك المفتاح، نسخه على المفتاح بتاعك، وده بيعمل لك الدي في دي بيطلع من هنا تاجره قليله بدولار، قليله بدولار، تقعده زي عندك زي ما انت عايز كل يوم بدولار، اي افلام جديده بتنزل. بس ونطلع بقى من هنا. حبيت اقول لكم بس اوريكم الدنيا ماشيه ازاي للناس اللي كل بتقول لو انا لقيت، لو الهجره مربحه، لو انا جيت لقيت شغل. ده يا جماعه الوول مارت ده اقل حاجه ممكن تعملها هنا واسهل حاجه اول ما تيجي. ودي كانت تاني او تالت شغلانه تقريبا لما عملت الورق، كانت تاني او تالت شغلانه اشتغلتها في حياتي. جيت اشتغلت 3 اسابيع في الوول مارت وخدت بعضي ومشيت، لان طبعا بتلاقي بقى شغل بفلوس كتير بقى. بس فلا اطمن الشغل بالعبيط وعلى قفا من يشيله، والناس كلها مش لاقيه حد تشتغل، وفي محلات قفلت من قله مش لاقيه شغيله ومش لاقيه عمال. فهل الشغل متاح؟ لا، الدنيا متاحه وكويسه ما فيهاش مشكله. العربيه فين؟ وماشيه وزحمه جدا، كمامات طبعا وبتاع، مش لاقي العربيه، يا ترى انا حطيتها فين؟ طيب نطلع بقى المفتاح ونعمل بيب بيب وبتاع عشان نشوفها. anyway حبيت اوريكم الفيديو دوت، خلي بالكم من نفسكم وشوفوا الفيديو اللي جاي والصديقي.